أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام ومشاهدي القنوات الرياضية السعودية. أنا هاني العزيز أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم رياضة ميديا، هذا البرنامج الذي يواكب كل جديد في عالم الإعلام الجديد. كونوا معنا دائما من خلال متابعتكم لحساب الرياضية وأيضا من خلال مشاركتكم عبر هاشتاج البرنامج رياضة ميديا. خارجيا هذا العام هو قصة تكاملية حتى الآن للإبداع، فقبل الأمس كان الهلال كالعادة يجمع النقاط لرحلة احتفاظ بزعامة أسيوية ندية، وقريبا منه كان الأهلي بأجنبي واحد ومدرب واعد ينثر بصيصا من الدوائر على جروح جمة ويعود بالأول لجماهير تنتظر هذه القطعة المفقودة في خزائن الأهلي. أما النصر ونصر فيتوريا كالعادة يعطي الخيبة أمل ثم يقتل غضب جماهيره بابتسامة انتصار متأخرة بطعم كائد أجمل رابعا، بل أول الأربعة دهشة رأسمها ذئاب القصيب في 6 نقاط وصدارة وشباك نظيفة أثبتت أن التفكير بعقل حصيف لمال قليل خير من أن تصرف الكثير بعقل مشتت. 12 نقطة كاملة هنا في آسيا في جولة واحدة، وشباب واتحاد على نصف نهائي العرب هناك أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن دورينا ريادي وكرتنا متطورة وتزخر بالسمين من المواهب التي لا تنضم. خلينا نروح قبل ما ندخل في تفاصيل حلقة اليوم، كما عودناكم استفتاء حلقتنا، واستفتاء اليوم هو: بعد تألق النصر بالأمس بالفوز على العين الإماراتي، برأيك من اللاعب الذي قدم مستوى متميز؟ عندك 3 خيارات: أولاه براد جونز الحارس، الثاني نور الدين مرابط، أما الخيار الأخير فهو اللي سجل الهدفين عبد الرزاق حامد الله. هذا كان الاستفتاء، وراشد يقول لي هدف واحد مو هدفين، يعني ما شاء الله تبارك الله من كثر أهداف عبد الرزاق نسينا كم يسجل في المباراة الواحدة. خلينا نروح من الاستفتاء مباشرة إلى عناوين. ب12 نقطة كاملة النصر والتعاون يكملان عقد تألق الأندية السعودية آسيويا. مسلسل بعد تنكات وجروس، من التالي؟ وملح كرة القدم الجماهير كيف أصبحت سلاح ذو حدين؟ أما مع وش صاير مع ياسمين الطير يحلق بعرضه، هذا السعودي فوق فوق. كان هذه عناوين حلقة اليوم. خليني أرحب بشركائي معي هنا في الاستديو، ضيفنا الجميل الأنيق الكبير مقاما وقدرا خالد البدري. هلا فيك خالد. الله يحييك أستاذ هاني ويسعدك، رحب فيك حييك وحيي السادة المشاهدين والزميل متعب العواد من حايل. أنا بقدم من عروس الشمال، يزعلون ترى حايل لازم تقول عروس الشمال. أكيد عروس الشمال حايل. ومن عروس الشمال حائل أهل الكرم والطيبة متعب العوادي، هلا فيك متعب. مرحبا أستاذ هاني وللزميل خالد والمشاهدين برنامج رياضة ميديا. أستاذ هاني يعني تكبرني وانت أكبر مني بكثير يا متعب. والله عاد إذا لم تطلق عليك الأستاذية تطلق على من يا هاني. الله يعطيك العافية، الله يرفع قدرك حبيبي. خلينا نروح طيب يعني بعد هذه المجاملات الجميلة مننا كلنا، خلينا نروح لياسمين ونشوف نشرة ترند وأبرز اللي ذكرته الجماهير من خلال المنصة الأولى في المملكة العربية السعودية تويتر. تفضل ياسمين. شكرا لك هاني، وكنت مسي عليك ومسي على ضيوف المتواجدين معنا في الاستوديو، ومساكم الله بالخير مشاهدين، وأهلا بكم في نشرة الترند. والبداية بتكون باستفتاء رياضة ميديا بالأمس، واللي يقول: بعد تألق الأهلي والفوز على الاستقلال الإيراني، برأيك من اللاعب الذي في قمة عطائه؟
طبعا كانت نتائج التصويت بنسبة 43% هي ياسر المسيليم، ونسبة 30% لحسين عبد الغني، وأيضا نسبة 21% لسلمان المؤشر، و 6% كان لهم رأي آخر في هاشتاغ رياضة ميديا. ومن الاستفتاء نروح لأبرز الهاشتاغات المتداولة واللي تصدرت الترند السعودي. أمس تصدرت ترند في تويتر أكثر من هاشتاغ، نبدأها مع النصر العين واللي تفاعلت فيه الجماهير السعودية بعد فوز النصر على العين الإماراتي بهدفين لهدف على أرضهم وبين جماهيرهم. أما بالنسبة للهاشتاغ الآخر التعاون متصدر المجموعة في آسيا، وصل ترند أمس بعد فوز سكر القصيم للمرة الثانية وحصد النقاط الكاملة وتصدره لمجموعته في آسيا. أما الهاشتاغ الآخر الماس نجم المستقبل واللي دعمت فيه الجماهير النصروية اللاعب الصاعد نايف الماس بعد مباراة النصر ضد العين الإماراتي أمس، واللي تألق فيه اللاعب وقدم مستويات طبعا رائعة جدا. بالنسبة للهاشتاغ الآخر الهلال والاتحاد اللي صار ترند من الآن بالانتظار الكلاسيكو يوم السبت القادم ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. طبعا بمناسبة هذا الهاشتاغ، إذا تسمح لي هاني أوجه سؤال لضيفنا الأستاذ خالد عن توقعات عن توقعات طبعا مباراة الهلال والاتحاد، ايش تتوقع أستاذ خالد؟ والله أنا متوقع بشكل مباشر طبعا الهلال يا خالد، صح؟ أكيد الهلال في آخر يمكن 10 سنوات أي أحد أنا توقعت أنك تروح الاتحاد مباشرة. لا شوف، بالنسبة لي آخر يمكن 6-7 سنوات إلى 10 سنوات بديهي أن أي أحد قبل مباراة الاتحاد من تتوقع يقول لك متجهة لنادي الهلال. نتمنى لكل فريق طبعا التوفيق. خلينا نكمل على الهاشتاغات. طبعا هاشتاغ الاخير ليفربول اتلتيكو مدريد اللي صار ترند وتفاعلت فيه الجماهير بعد فوز اتلتيكو على ليفربول في دوري ابطال اوروبا، ومن بين هالهاشتاغات اكيد كان في تفاعل كبير بالتغريدات. وخلونا نستعرض معكم طبعا ابرز تغريده كانت للدكتور صفوان السويكت رئيس النصر اللي حصدت اكثر من 11 ألف رتويت، واللي قال فيها: ألف مبروك لجماهيرنا الغالية هذا الانتصار اليوم، وبإذن الله القادم الله يوفقكم ومساندتكم طبعا لنجومكم سيكون أجمل. وبالنسبة طبعا ردت عليها الجماهير النصراوية بالمباركة والشكر. نستعرض معكم تغريدة حمد المتعاني اللي يقول فيها: الله يبارك فيك دكتور صفوان، إن دل إنما يدل على العمل المتفاني والجهد الواضح من الطاقم الإداري والفني أيضا حقيقة رغم ظروف الغيابات والإصابات، إلى أن كعب كبير الرياضة العالمية عالي، سيروا ونحن معكم وعقبال الصدارة بإذن الله. أيضا نبارك لسكر القصيم نادي التعاون على الفوز. وطبعا عميد محبي العالمي بمصر يقول: مبروك يا دكتورنا يا غالي، رجال وأبطال، والله استمروا، يبارك الله فيكم ونحن معكم وخلفكم وندعمكم، لأننا النصر، لأننا للنصر والنصر لنا، وفقكم الله ووفق النصر. طبعا ومن النصر الروح لسكر القصيم اللي كلنا استمتعنا طبعا مستوى أمس. استعرض معكم تغريدة رئيس التعاون الأستاذ محمد القاسم اللي غرد وقال: لا ولن ولم أفتخر إلا بكم، أنتم سند أي إدارة وإرث أي عاشق تعاوني، قد نذهب ويأتي غيرنا ولكن أنتم فقط الرقم الصعب، الله يحفظكم. طبعا تفاعلت معه جماهير السكري وباركت له. تعالوا نستعرض طبعا بعض التغريدات. يقول محمد: الله يوفقكم، فريقكم يحترم، وأنا من محبي سكر القصيم وأنتم إدارة يفتخر بها. وأيضا يقول يوسف المتصدر آسيويا اللي طمع بنقاط ديربي القصيم السبت القادم: تحسبون اكتفينا، الآن نطالبكم بنقاط المحلية ضد الرائد. طبعا وختام نشرتنا نشرة الترند راح نستعرض تغريدة لحساب التعاون، حساب نادي التعاون، وبكذا احنا وصلنا لختام نشرتنا لليوم نشرة الترند. نرجع لك يا هاني.
يعطيك العافية ياسمين، يعني نشرها كانت غنية فيها كل الأمور المهمة للمملكة، يعني العربية، الجمهور المملكة العربية السعودية الرياضي كاملة أمس، يعني من بين البطولة الآسيوية وحتى الثقافة الأوروبية الجديدة علينا الآن، أنه صارت حتى المباريات الأوروبية تأخذ حيز كبير في ترند تويتر. مجهود تشكر عليه الأستاذة ياسمين صراحة، يعني ما بين تغطية آسيوية ومحلية إلى نهاية الفترة المسائية مساء أمس بمباراة أتلتيكو مدريد وليفربول، فأنا شايف منهم يعني قصي، يعني ياسمين ما شاء الله مع قصي دائما ما شاء الله، قصي هذا عندنا هو يستاهل قصي، هذا أنا اجتمع معه التحية في عشق كاظم، فعشان كذا لازم نقول اسمه يستاهل الأستاذ قصي. فأنا أقول أنه الأمس كانت الأحداث الرياضية يعني كثيرة، التفاعل الجماهيري مع التواصل الاجتماعي، برضه التغطيات التلفزيونية، فواحدة من الأشياء اللي ينتظرها الجمهور مثل هالفقرة اللي تعطيك ملخص كامل لأحداث الرياضية المساء الأمس. طيب لاحظت أنا في التغريدات الآن، تغريدات رؤساء الأندية بدأت لغة يعني رؤساء الأندية تحفيزية أكبر، يعني شفنا دور كبير، شفنا رئيس التعاون دائما وراء كل مباراة يعطي يعطيك أنه مبرر لأي هزيمة أو أنه يعطي دافع للفوز للجماهير. مثل هذه اللغة الجديدة هذا الموسم لرؤساء الأندية تعطينا يعني دافع كبير أنهم استفادوا كثير من مدرسة بن نافل ومدرسة السويكت ومدرسة الكثيرين اللي جابت نتائج مدرسة الصمت. شوف للأمانة يعني عشان نكون منصفين وبرضو منطقيين أكثر، يعني تتكلم عن الإدارات الحديثة أو الإدارات الجديدة بالذات يعني الأندية الكبيرة والتعاون أحدهم، يعني اللغة من بداية الموسم لغة رصينة، لغة مهذبة. تتكلم عن يسكن التعاون يعني أحدهم بس مو بالجديد، التعاون ما شاء الله تبارك الله هو المستقر، يعني ما يحتاج هو المستقر في هذا الإدارة يعني زمان. لأنه أنا أقول لك إنه اللغة فعلًا إنه المتابع للأحداث والسنوات اللي مضت والرؤساء اللي كانوا مثيرين للجدل وأكثرهم كان حديثة خارج الملعب أكثر من داخل الملعب، لازم نكون منصفين. يعني أنا تتكلم عن بن نافل رئيس نادي الهلال، رئيس محقق أقوى بطولة على مستوى القارة، تشوفها يمكن في مرة مرتين في مناسبة مناسبتين وبلغة مهذبة ومؤدبة، وحتى ما كان فيه تغريدتين إلى ثلاثة فقط، يعني ما كان فيه كلام طبيعي التغريدات اللي تكون مع الحدث سواء في مناسبات اجتماعية أو رياضية أو حتى بعد مباراة الفريق هي طبيعي زي ما تقول تفاعل مع الحدث، لكنه أنا أتكلم عن الظهور. أحيانا ما في شيء يستدعي ظهورك، تجد رؤساء أندية ما شاء الله أو حتى مشرف كرة قدم يتصدر المشهد. اليوم فهد بن نافل رئيس نادي الهلال أنا أقول لك محقق البطولة الأقوى على مستوى القارة ولعب في كأس العالم، أنا يمكن شاهدته مرتين إلى ثلاث بدون مبالغة في موسم كامل، يعني أنت تتكلم عن ما صرح بعد وجوده إلا بعد أربع شهور شفناه يتكلم، تتكلم عن نادي الهلال يعني ملي بالأخبار والملفات اللي تتطلب وجود الرئيس يتصدى المشهد سواء كان برضه إدارة صفوان السويكت، يعني شاهدنا الأحداث الأخيرة والمعمعة اللي صارت بعد مباراة الشباب والنصر. صحيح. يعني للأمانة شيء يدرس ما يقوم به صفوان السويكت في ظل الزخم اللي قاعد يصير والإساءات اللي جت من الطرف الآخر، إلا أن الرجل التزم الصمت، أخذ كل مناسبة بما يليق بها، خلص من مباراة الشباب انتقل إلى مباراة العين دون إساءة لنادي الشباب أو حتى دفاع عن نادي أو حتى هجوم على الطرف الآخر. أيضا الاتحاد إلى حد كبير هذه الأشياء أنا أقول لك إياها منطقيا، أنه الأندية الكبار طبيعي دائما تشوف رؤسائهم يتحدثون، هذا الشيء ما شفناه في الرؤساء الجدد باستثناء خالد البلطاني اللي دائما حديثه بس كان في حتى رد، يعني لما نقول كان في رد من الحل الحلافي، يعني حتى كانت ما كانت الحده والقسوه بنفس الحده، لكن كان في رد. شوف نتكلم عن الرؤساء ما اتكلم عن الصوت الرسمي، يختلف انه لما تكلم متحدث او تكلم مشرف او تكلم في الاخير هم عظام الجدار. صحيح، لكنه رئيس محسوب انه طيب. معرف انه رئيس النادي، انا اقول لك اياها ما ظهر باستثناء خالد البلطاني اللي دائما نشوف له صولات وجولات وحديثه دائما في الاعلام ان لم يكن في تجاوزات، بس خالد البلطاني ترى دائما يكون ردة فعل، ما يكون حتى هو الفعل، حتى لو ما كان ردة فعل دائما طيب. حديثه خارج الملعب واكثر يكون في تجاوزات، لذلك انا ما اشوف انه حاله تستحق التعليق طيب. بقدر ما هي تنطبق على رؤساء الأندية الكبار. ابو جهاد كيف شايف الوضع الجماهير الحين، يعني الاول ادارات عفوا الان بين مطرقه الجماهير وحب الجماهير دائما للردود وما بين انه الهدوء دائما يخلق يعني حتى الأجواء الصحية في الأندية.
اعتقد هاني الدكتور رجلا السلمي وكيل رئيس هيئه الرياضه لشؤون الاعلام اعتقد انه نجح من العام الماضي في ضبط سلوكيات رؤساء الانديه من ناحيه الاتصال المؤسسي مع جماهيرهم، شاهدناها من خلال حسابات رؤساء الانديه سواء في الرياض او في جده ولا ودنا نسمي. اتفق مع الزميل خالد انه الاخ والدكتور صفوان سويكت رجل صامت ورجل يعمل بدون اي ضوضاء بدون اي ايضا ثرثره يعني تكون لها ردود فعل على النصر، ولكن مع هذا يسير بصوره جدا جميله. مطلوب وجهات النظر، مطلوب كل شخص يعبر عن رايه لكن بدون الاساءه للاخرين او التقليل من الاخرين. أنا أعتقد أنه هاني يعني قبل ما ندخل في الموضوع نبارك لكل أنديتنا المشاركة في دوري أبطال آسيا، والمباركة الأكبر تتجه يعني مني أنا شخصيا لنادي التعاون لأنه النادي الأفضل والنادي الأجمل والنادي الأقل ميزانيات موجود في منظومة الرياضة السعودية ومع هذا جالس يحقق. عندنا فيها يعني محور كامل، إحنا أكيد أبشر حيكون محورنا الكامل عن هذا، بس أنا ودي تعلق لي على هذه الجزئيه، جزئيات يعني ادارات الانديه. شفنا دائما حتى ظهرت الحين مدرسه جديده، قال لك مدرسه صامته هي اللي كان يعني ينعت فيها فهد بن نافل وصفوان السويكت حاليا. نافل والسويكت انا اعتقد انه انت تتكلم عن نافل حقق اسيا، حقق رقم كبير جدا خلال اقل من 4 شهور من استلامته لاداره نادي الهلال. نتكلم عن السويكت ايضا، نتكلم عن رئيس نادي حقق قبل ان يستلم النادي دوري وايضا بطوله سوبر، وايضا هناك عمل يعني اذا خذينا النموذجين هذول مهاني نتكلم عن عمل تراكمي بهالمؤسستين او نقول بهالناديين. الهلال جميل. شاهدنا محطات حتى وصوله للنهائي كان هناك اكثر من رئيس، النصر رحل منه سعود السويلم ثم انتخابات ثم وصولا لسويكت. اذا نتكلم انه هناك عمل تراكمي قدم النافل وقدم سويكت، لهذا هم حافظوا على هذا المنجز وقدروا الرجالات الذين عملوا قبلهم ومع هذا احتفظوا ايضا بوقارهم امام جماهيرهم. انا اعتقد انهم نماذج جدا جميله في الرياضة السعودية، نماذج جدا جميلة في الاتصال مع جماهيرهم، نماذج أيضا محترمة في تقديم جميل. تغريدات يعني بأقل حروف بأقل ممكنة من خلال التحفيز من خلال العمل من خلال أيضا الفوز والمباركة، يعني حضورهم يختصر على الفوز وعلى المباركة الموجودة. أنا أعتقد أنه عمل نموذجي جدا، والعمل الأكبر أنا أعتقد أني أجيره للدكتور رجلا السلمي. طيب الشيء النموذجي الأكبر يعني اللي هو تحقق 12 نقطة في جولة كاملة آسيوية، حيث ظهر النصر والتعاون مثل أندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بشكل مميز ولافت خلال الجولة الثانية من المسابقة، حيث غلب الأصفر العاصمي على العين مضيفه بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب هزاع بن زايد في العين الإماراتية، فيما اقتنص سكري القصيم فوزا قاريا جديدا حينما ضرب ضيفه الدحيل بطل كأس أمير قطر في الموسم الماضي بـ2 دون مقابل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة. خالد خليني أسألك، خليني أبدأ بالتعاون. يعني التعاون حاليا فيه الكثير يقول انه من الافضل الفرق حتى الان اللي حققت السعوديه يعني نقطيا، تتكلم عن 6 نقاط، تتكلم عن شباك نظيفه. تعاون تعتقد انه من نوعيه الفرق اللي يجيد صناعه او صياغه اعاده تدوير اللاعبين؟ يعني شفنا كثير من الاسماء في التعاون كانت منسقه من انديتها، شفنا ابو سبعان، شفنا الصواط، شفنا طلال عبسي، شفنا جفين، شفنا اللي سجل الهدف أمس وكان هو نجم المباراة السهلاوي، شفنا نجوم كثير في التعاون. أول شيء طبعا نبارك لأنديتنا الأربعة اللي حققوا العلامة الكاملة في الجولة الثانية. طبعا أكثر المتشائمين أو المتفائلين ما كان يعني يعتقد أن الأندية السعودية تحديدا الأهلي والتعاون يطلعون بالعلامة أو بانتصار أو بحتى نتيجة إيجابية. بالنسبة للتعاون
انا ما يعني لازم اقول شيء، يعني من اول ما بدات البطوله كنت تعاون خارج حسابات الانديه نهائيا يعني بناء على وعطفا يعني ما عندك معطيات يعني معطيات لانه التشكيله اللي اختارها المدرب يعني تعطيك انطباع انه خلاص وما في اسيوي وقفوا عند مشاركتهم في المجموعات واكتفوا بهالمشاركه، لذلك ما حتى على فكره يعني مجموعتهم ما هي سهله، تتكلم عن الدحيل بطل قطر، تتكلم عن الفريق الشارقه الاماراتي والفريق الايراني. التعاون للامانه يعني من الانديه اللي انا دائما اشيد فيها ومن الانديه القريبه الى قلبي نادي التعاون، من 6 إلى 7 سنوات يقدم كره جميله خصوصا مع المدرسه البرتغاليه، فريق دائما لا يرفع الرايه مبكرا، استقرار اداري حتى محليا. نعم تحيه للاستاذ محمد القاسم اللي فعلا زي ما ذكر التقرير انه بفكر وبمصاريف اقل لكنه انتاجيه عاليه. تكلم عن مانزوكيتش، تكلم عن مانزوكيتش فقط اللي لعب امس مع الدحيل بقيمه اكثر من يمكن قيمته السوقيه تفوق تعاقدات نادي التعاون بشكل كامل. صحيح قيمه لاعبي التعاون حاليا كامله يعني بصراحه الاجانب. نعم لذلك انه يعني المباراه الاولى تفوز 1-0 وزي ما ذكرت انه نقاط كامله وشباك نظيفه، يعني الانديه الثانيه الانديه السعوديه جميعها سجلت واستقبلت اهداف. لذلك انا اقول لك التعاون من 5-6 سنوات كان يستحق هذا المكان، السنه راحت توج هذا العطاء ببطوله اغلى البطولات السعوديه كاس الملك، الموسم الحالي يشارك في اسيا، حاليا هو يسير بخطى ثابته نحو المنافسه على خط بطاقه التاهل. اعتقد انه التعاون متى ما استثمر الفرص الحاليه خصوصا الظروف اللي تمر فيها المجموعه، كونه هو متصدر المجموعة ولديه أتوقع مباراة على أرضه، وشاهدنا على فكرة يعني تحية لجماهير نادي التعاون. صحيح شفنا الملعب أمس كان ممتلئ عن بكرة أبيه، يعني في أندية سبقت التعاون وتحلم أنه هالمدرج يكون حافز هذا الجمهور الحافز، هذا هو كان التعاون هذا الرقم واحد في الملاعب حاليا اللي كذا بهذه الطريقة وبهذا التأثير. صحيح احنا شفنا في مباراة البطولة العربية أسف المغربي والاتحاد كان العدد قليل لكن التأثير والحضور للفريق المغربي والتنظيم كان مؤثر على طول وعلى طول شوطين المباراة. لذلك أنا أقول مرة أخرى نبارك الأندية السعودية جميعها، نبارك لنادي التعاون، وأنا أتمنى إن شاء الله أنه الحضور تكون كاملة والفرصة ما زالت متاحة على الورق لجميع الأندية اللي بإذن الله نشوفها في الأدوار المتقدمة. طيب في الجانب الآخر يعني فيتوريا يعني متعب، مرهق دائما لعشاقه ومرهق حتى لمنتقديه، يعني بديت أحس أنه هذا المدرب أصبح يعشق العودة، دائما يعود من الأوقات الصعبة، يعني مدور الهين ترى الكايد أحلى عند فيتوريا. فيتوريا أنا أعتقد أنه هو الحكاية الجميلة في النصر هاني. أنا شفت لك تغريدة أمس تمدح فيه يعني ما شاء الله. نعم أنا 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 رأيي واحد وثابت، منذ أن تعاقد النصر مع فيتوريا أنا أعتقد أنه الحكاية الجميلة التي كتبها سعود السويلم في إدارة نادي النصر ورحل، وهذا دليل انه هناك عمل مؤسسي في النصر. ورد عليك الهريفي بعد في نفس التغيير الكابتن فهد الريفي، بالعكس كان يعني عنده راي اخر في فيتوريا. نحترم راي الكابتن فهد وربما الكابتن فهد يشاهد اشياء لا نشاهدها، لكن الاهم لدى النصراويون الاستقرار الفني، الاستقرار التدريبي، اذا كان النصر يريد بطولات يجب انه يكون هناك استقرار تدريبي. السيد فيتوريا اعتقد انه له يعني له طلبات وله اهتمام، هل انه اداره نادي النصر وفرت هذه الطلبات؟ انا اعتقد انه سيد فيتوريا بقى مع الفريق في ظل وجود انتخابات. ليش العالم تنتقد الان يا متعب؟ ليش الانتقادات اللي جايه على فيتوريا هذه القويه؟ لا اعرف الاسباب الرئيسيه وراء ذلك، لكن انا اللي اعرفه انه سيد فيتوريا يقود الفريق بشكل جدا جميل. اولويات النصر للدوري، لماذا الاهتمام في دوري ابطال اسيا؟ الرجل جالس يسوي او يعمل عمليه تدوير دقيقه جدا في في كيف في كيف اهلوياتك في الدوري؟ انا اعرف ان الشيء اذا حققته يكون التفكير في شيء اكبر. النصر يعني الان حقق الدوري يبغى يرجع للعالميه يجدد هذا الوصف. وانا اعتقد انه ايضا تحتاج الى تعاقدات اكبر يا استاذ هاني، يعني اذا انت تريد بطوله اسيويه فانك تريد اكثر من لاعب محلي، تريد احتياط كامل. السيد فيتوريا جالس يستعين في الفريق الاولمبي، فريق الشباب من النصر. يعني احنا خلونا نتكلم بمنطقيه عاليه جدا، وهذه رساله مني هاني لجمهور نادي النصر.
فيتوريا أعاد صياغة نادي النصر من جديد. يعني صحيح أنك تملك حمد الله وتملك مرابط وتملك لعيبة أجانب على قدر عالي جدا، لكن يجب أنهم يعرفون جمهور النصر أنهم يملكون أيضا مدرب عظيم جدا في صياغة الفريق من ناحية امتلاك الإمكانيات، من خلال أيضا استفادة من جميع الإمكانيات الموجودة في اللعيبة الأجانب وإيجاد توليفة مناسبة. ربما الجميع غضب من فيتوريا بسبب اتهامات مجاملته لجوليانو. طيب أنت تشوف قبل ما أروح الفاصل، أنت تشوف أنه جامل جوليانو فيتوريا؟ ما تقدر تقول جامل، لأنه هناك أعمال فنية لا يمكن أن تحكم عليها هاني، يعني هذا السبب. يعني لا يمكن أنك تحكم، يعني أي مدرب له أدواته في النجاح يمنح يعني النجاح. أخوي متعب، أنا بأضيف بس النقطة على كلامك إذا سمحت، أنه فيتوريا ترى عنده استراتيجية في بطولة آسيا من الموسم الماضي، حتى هو كان الموسم الماضي ما كان بيد اللقب. يعني لما يقول أستاذ هاني أنه أنت بطل الدوري فيفترض أنك تفكر في آسيا، الموسم الماضي كان منافس أو كان بالعكس يمكن وصيف إلى آخر ثلاث جولات أو أربع جولات، فكانت عنده استراتيجية ومنهجية واضحة في بطولة كأس آسيا، أنه يدخل بالصف مو بالصف الأساسي لكنه التشكيل الرديف، لأنه فعلا لما تطالع في بطولة آسيا عندك العدد الأجانب أقل من بطولة الدوري، يعني الفرصة أقل، الحظوظ ما يعني فيها مجموعة وممكن أكثر من مباراة، ما يعني إذا أنت ما خلصت المباراة ممكن ظروف المجموعة أو ما هو عذر ما هو عذر هذا. أنا أقول لك خالد لكنه متعب، أنا أتفق معه في موضوع إنه فيتوريا عنده أولويات. أنا لما تسألني النصر السنة دي، النصر السنة دي الدوري باقي في يد النصر. جميل. المجموعة اليوم مجموعة النصر ترى أنا إنسان الأقوى في مجموعات الغرب. فاليوم لما فيتوريا عنده منهجية أو استراتيجية معينة لابد أنها تحترم، خصوصا أن العام كانت نفس الأقاويل ونفس المطالبات وكان نفس الهجمات على فيتوريا. جميل. لظروف الاختيار، لكنه في الأخير بلغ إلى مرحلة متقدمة ويمكن خرج في الرمق الأخير. طيب. في دور الثمانية. فأنا طيب أتوقع أنه ماشي في آسيا وفي بطولة الدوري. أنا ما أشوف أنه القلق أنه أن النصر يفرط في مدرب كبير زي المدرب فيتوريا، وانا جميل وفي الاخير يعني سنتين ثلاث سنوات. صحيح خالد، وفي الاخير يعني هي النتائج هي التي تحكم على المدربين والارقام في الاخير. انا ما عندي وقت كبير يا متعب، وعندنا يعني تقرير مهم جدا عن الرقم. انا بقفله بس بثواني. تفضل ثواني. كلام استاذ خالد جميل. العام الماضي هاني فيتوريا دخل بشباب النادي ومع هذا حقق النجاح ووصل للأدوار النهائية. أنا كلامي لجمهور نادي النصر يجب أن تكون وقفتها مع المدرب وقفة جماعية جدا، محاولة الانتقاد التقليد جالس تؤثر على الفريق وتؤثر أيضا على طموحاتهم. طيب. إذا كانوا يريدون دوري أو يريدون دوري أبطال آسيا. طيب خلينا نروح للفاصل القصير، وبعد الفاصل لنا حديث كبير مع الرقم واحد جمهور كرة القدم. برامجنا على السعودية كثيرة ومتنوعة. أتاري نون الفخر من السعودية، سواعدنا مهن. في تأمين وتمرير مجمل القول. فدين الله لا يبنى على العواطف، مع القرآن يبنى على الشرع المطهر. يقولوا الخير ما هو في العظمة لكن العظمة في الخير. فتاوى سارعين، وهذا هو طريقنا للمجد والعليا. صباح السعودية وترانا مكملين. ننطلق لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. برنامج يومي يناقش أبرز أحداث اليوم الرياضي في ديوانية التراث السعودي. ما في تحقيق أعلن عنه وخرجت نتائج. تبغى الحقيقة، تبغى أني أظلل للناس أقول لا والله ممتازين. مع نخبة من الضيوف من الساحة الرياضية السعودية والعربية. الجمهور عنده ولاء. الديوانية يومياً 11 مساءً مباشرة على الرياضية.
إيش راح تصيروا لما تكبروا؟ طبيبة، مصممة أزياء، مهندسة. أبا أصير كابتن، أسوق طيارة مثل بابا. أنا أبغى أصير معلمة، ولا أبغى أصير طبيبة. وأنا مذيعة في التلفزيون. طموحنا عنان السماء، 30 نونا من الفخر. سوف تأتيكم معي أنا فاطمة فهد في برنامج نون الفخر. نون الفخر على شاشة السعودية في الأوقات التالية. أعود لكم من جديد مشاهدينا في برنامجكم رياضة ميديا. حديثنا القادم عن الرقم واحد في كرة القدم. الجمهور يقول إريك كانتونا: تستطيع أن تغير بدلتك كل يوم، ولكنك لا تستطيع أن تغير عشقك لفريقك في يوم. فالجمهور هو من أعاد اليوفي لعرشه بعد هبوطه بحضوره، وهو كذلك من أنقذ دورتموند من الإفلاس، وهو كذلك من ساند ليفربول العريق حتى عاد للزعامة. هيئة الرياضة هنا بذلت الغالي النفيس لديمومة هذا الحضور وتناميه، ولكن فيصل الشتات يلملم تفاصيل لكن وينطر الأسئلة في هذا التقرير. الكل يعلم بأن الكرة السعودية لديها جمهور كبير محب لهذه المستديرة، جماهير تقارن بأكبر الأندية الأوروبية. فعلى الرغم من قوة المنافسة في العامين الأخيرين والعديد من المحاولات لجذب هؤلاء العشاق، إلا أن الفترة الأخيرة بدأنا نشاهد فيها عزوفاً جماهيرياً ليس بالقليل عن الملاعب، وبشكل بات ملاحظاً من الجميع. الهيئة العامة للرياضة قامت هي بدورها في محاولة لجذب الجماهير من خلال الجوائز التي تقدمها بين شوطي المباراة، إضافة إلى دعم الأندية بمبلغ 1,000,000 ريال، بشرط أن يصل عدد الحاضرين في كل مباراة الدرجة الأدنى المستحقة للدعم. هذا العمل المنظم لم يشجع بعض الأندية على استثمار هذا الأمر والعمل على تحفيز وتطوير قاعدتها الجماهيرية، بل على النقيض شهدنا تكرارا للتذاكر واستئجار لحافلات مليئة بجماهير لحظية، وغياب تام للفكر الاحترافي لاستثمار المبالغ التحفيزية المقدمة من هيئة الرياضة. هذه الأساليب المزيفة جعلتنا نتساءل لماذا الجمهور السعودي المحب يبتعد بشكل تدريجي عن الملاعب رغم قوة المنافسة؟ هل تنوع الخيارات الترفيهية لدى الفرد سبباً في ذلك؟ وهل لبيئة الملاعب دور كبير في هذا أم التعاطي الإعلامي؟ فما هي الأسباب برأيكم التي باتت مصدراً لعزوف الجماهير؟ خالد، بجيك من سؤال فيصل. هل تنوع يعني العزوف الجماهيري أو نقول عدم التنامي الكبير في الجماهير، هل بيئة الملاعب دور أم يعني التنوع الترفيهي الآن الموجود في المملكة العربية السعودية دور آخر، أو أنه التعاطي الإعلامي الحاد هو الدور الأبرز في هذا العزوف؟ أنا أشوف هي نقاط عديدة، فيها أشياء من اللي ذكرته وفيها أشياء لا خارجة عن أو خارج التقرير. بالنسبة لي أنا ماني شايف أنه موضوع الترفيه أو أنه الفعاليات الترفيهية سببت، لا يعني إحنا شاهدنا مثلا في موسم الرياض كان في أكثر من مناسبة وفعالية ترفيهية، وكان في مباريات ففي جمهور مباريات حاضر، خصوصا تلك الفترة زامنها مباراة الهلال والنصر، مباراة الأهلي والاتحاد، مباريات حتى الكلاسيكو الإيطالي الإسباني. يعني ما أنا شايف، لأنه الجمهور الرياضي دائما ذواق،
ودائما متابع لكرة القدم حتى الخارجية حتى اللي مش كرة القدم المحلية. يعني جمهور قصدك إن جمهور كرة القدم معروف هذا جمهور كرة القدم. الجمهور وبرضه يعني المباريات يعني أنا أحيي هيئة الرياضة لما فكرت في إنه استمرار ديمومة حضور الجماهير إنه دائما الجمهور يكون متواجد من خلال التحفيز سواء المليون أو حتى توقيت المباريات. يعني أول كانت المباريات والجوائز اللي للجماهير إنه متأخر ما بعد الساعة 9 مساء، الآن صارت المباراة تلعب العصر تلعب بعد المغرب وايضا بعد العشاء. حتى الجدول احيانا جدول المسابقات تكون هي سبب او عامل في انه الجماهير ما تكون حاضره لانه تتزامن مباراتين كبيره في وقت واحد. انا شايف الفتره دي او الفترات الماضيه ما كان فيها الازدواجيه او انه تواجد مباريات جماهيريه مما يسبب او يساهم في عزوف جماهيري. انا ماني شايف هالشيء. ممكن الانديه الجماهيريه ما زالت محتفظه ببعض الشيء من الحضور الجماهيري خصوصا في المباريات الكبيره مثلا للانديه الهلال. بس انتشرت الان يعني مثل هذه المشاكل اللي شفناها مشكله الشباب والنصر الاخيره، شفنا ايضا الاتفاق كان له في ناس موضوع سابق، انتشرت مثل هذه المشاكل اللي يعني واضح انه في بعض. انا ما اعتقد انه نادي مثل نادي النصر المعروف بجماهيريته من المحيط للخليج انه في حاجه مثل هالممارسات. وعلى فكره يعني في ناس كثير اتجهوا اتجاه اخر انه ممكن اداره النصر او احد محسوب على اداره النصر او احد نصراوي هو اللي خلف هذا الفعل. لكن أنا متأكد أو برضو حتى ما نظلم الجانب الآخر لنادي الشباب، لكنه مو شيء جديد. أنا تقريبا 2012 ظهر التقرير في برنامج في المرمى بالصوت والصورة والفيديو ومن المحطة أو من مكان الباص اللي اتجه إلى ملعب الشباب. و يعني ما انا ماني شايف انه هالشيء، بس ما كان في ما كان انا ماني شايف هالشيء هو كان تقرير، ما كان في يعني ما كان في تحقيق رسمي او كان في شيء انك تجزم انه كان هذه الجماهيريه. يعني كلنا عارفين انه جماهير الشباب في تنامي، في تنامي كبير في الاونه الاخيره. شوف انا ماني ضد، بالعكس انا لو كنت في اداره الشباب لا لو كان في واحد يعني يملك احتراف او يملك النظره اللي ممكن ما تخلي ردة الفعل تكون بشكل سلبي. يعني أنا لو ما كان إدارة الشباب المباراة على ملعب الملز ملعب نادي الشباب، أنت أخطأت التصرف في أنه أنا ما أفتح الملعب لجمهور النصر حتى تستفيد من أكبر عدد الحضور الجماهير وبرضه تستفيد من المليون. الأمر الآخر لما ظهرت الباصات اللي شفنا بقمصان نادي الشباب، أنا ما أقول أنه نادي الشباب لكنه ظهرت حسب الفيديو المتداول أنه نادي الشباب. فلو كان في أحد محترف في إدارة نادي الشباب ويملك النظرة بعيدة المدى كان تكلم انه فعلا هذا الشيء حدث في ملعب نادي الشباب واحنا نعلن كامل المسؤوليه، احنا ما نقر فيه. لكنه مثل ما يحدث في مناسبات ثانيه حضور جماهيري او دعوات توجه لاشخاص، شلون اعلن كامل المسؤوليه على شيء انا يمكن انا برايي اني انا ما سويتها؟ هذا انا اتكلم عن اداره الشباب، هذا اللي تقوله. يعني انا المتلقي يعني اليوم انت ممكن تخاطب ناس لكن لا يمكن انه تواصل التضليل وانه تواصل. انا ليش اعتبرته تضليل؟ انت تقول في تحقيق وما ودي اضلل. انت مرتبط بموضوع الجماهيريه، انا اقول لك النصر مو بحاجه انه يحضر جمهور، جمهور النصر يشتري تذاكر ويوزع تذاكر مجانيه لبعض الجماهير عشان يحضرون. النادي النصر ما هو بحاجه هالاساليب حتى يثبت انه نادي جماهيري. الشباب صار عنده هالموضوع يمكن من 4-5 سنوات وفي عهد خالد البطاني. يعني لو في مثلا اداره خالد بن سعد او اداره رئيس ما شفنا في موضوع صار بعد بعد الموضوع او التقرير اللي قلت لي عنه في سالفه ثانيه صارت للشباب ما اتوقع. هي في عهد خالد البطاني لانه خالد البطاني مشى من ذيك الفتره 2013-14 واستلم الامير خالد بن سعد. ما شفنا هالممارسات. خالد البطاني جاب البطولات، جاب البطولات، هي اللي جابت الجماهير، هي اللي جابت الجماهير، جاب مشاكل نادي الشباب. انا هذا رايك، لكن انا لو تسالني اقول لك خالد البلطان من افضل العقليات الاداريه اللي في المملكه العربيه السعوديه في كره القدم. المقوله اللي دائما الناس يروجونها، انا ممكن ان اكون كويس في اشياء، في اشياء تروج وفي اشياء يعني تستشف بالعقل. يعني خالد البلطان، عبد الرحمن بن سعد، نواف بن سعد، فيصل بن تركي، خالد بن سعد، ناس لهم صفاتهم ومكانتهم الاعتبارية ما خرجوا دائما عن النص، مع انه نواف بن سعد وعبد الرحمن بن سعد حققوا بطولات تبوك. هذا شيء وهذا شيء، انا اتكلم لك على العقلية. انا بقول لك العقلية، انا اقول لك اياها. خالد البلطان حقق بطولتين دورية مع نادي الشباب وبطولتين كاس ملك، فانا ماني شايف يعني وبطولتين الاولمبية كاس الامير فيصل، ماني شايف يعني شيء حققه خالد الشباب، خالد البلطان للشباب. عكس طلال الشيخ، نويصر، تركي الخليوي، خالد بن سعد، انا ما ادري من اللي حقق بطولة، لكن في فترة ما قبل خالد البلطان كانت بطولات نادي الشباب على المستوى العربي والمستوى الاسيوي. الامر الاهم منه ما انزلقوا المنزلق اللي نزل فيه خالد البلطان في تجاوزات سواء بحقق الكيانات او المدرجات.
النقطة الأخيرة اللي أنا بقول لك إياها، أحيانا أنت ممكن تكون مثير للجدل، أحيانا أنت ممكن تكسب الشو الإعلامي، لكن مع أشياء كثيرة تخسرها. راجع نفسك أنت، شو تخسر وشو تفقد قدام الناس. أنا ممكن اليوم أدخل معك في محاكات وفي مناوشات إعلامية بهدف فعلا أنه أنا أبحث عن جماهيرية. يعني ما في الأخير أنا أشوف خالد البلطان بغض النظر عن تتفق تختلف معه، أوكي لها إيجابيات وسلبيات، لكنه شو العمل اللي قاعد يقوم فيه سواء على الحضور الإنجازات أو حتى على الظهور الإعلامي. خالد البلطان اليوم لما دخل في مناوشات مع الهلال عرفنا وشفنا ما حدث خالد البلطان في المنصة، دخل في مناوشات مع جمهور الأهلي وبرضه تعرض لحادثة في المنصة. ما شيء مصر مصر شيء في المنصة شي. أعتقد النصر أبعد تدري المباراة هذيك، تدري هذيك المباراة بالذات، هذيك المباراة بالذات اللي تكلم عنها اللي في المنصة، أنا كنت موجود في المنصة في مباراة الشباب والهلال. أنا ما أقر، بالعكس أنا ولا أنا ولا أنا يعني شوف أستنكر هذا التصرف. دائما دائما القاويل يعني تتناقل، وتعرف الناس ما شاء الله تبارك الله تحب الزيادة في كل شيء، كان فقط مسألة خلاف. أنت لما قلت لي خالد البلطان من العقليات الناجحة في كرة القدم، أنا قلت لك لها إيجابيات، لكن أنا أقول خالد البلطان اليوم لما تستعرض تاريخ خالد البلطان في المنصة مع نادي الهلال، وحديثه عن نادي الهلال أنه نادي الهلال فرع لنادي الشباب، حديثه عن نادي الأهلي وإساءات المتكررة بحق النادي الأهلي، كل الرؤساء كثير من الرؤساء. خالد البلطان أنا ترى ما أخذ دور مدافع، أنا لأنه أكمل الجزء لأنه هذه قطعة غائبة. لا 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 قطعة غائبة، فأنا قاعد أدافع أنا أقول لك أتكلم عن باسمه. مشكلة بالعكس، أنا ما أشوف أن فيه إساءة لها، هي أشياء من صنع خالد البلطان، لكنه أسقطت عضويته من نادي النصر وتم إبعاده. شفنا في مدرج نادي الاتحاد في مباراة آسيوية أسقطت عضويته من نادي النصر، كان عضو شرف او مجلس او ما كان أسقطت. لا لا ابعد من نادي النصر بطريقه اخرى. لكن انا اقول لك شيء، لا تقاطعني بس عشان اوصل لك الجزئيه. لا بس عشان متعب برد عنده في حايل ونسينا دقيقه. انا امون على متعب، باخذ منها دقيقه. يمون عليك يا متعب. في جزئيه خذ راحتك بس تراكم طولته يعني وقت يعني اجل برجع له. لا زعل في مباراه الاتحاد في ابطال اسيا كانت لها ظهور امام اطفال او مشجعين نادي الاتحاد، وكيف رمى نادي شعار نادي الاتحاد. فالناس اللي دائما تحاول تظهر خالد البلطان انه نموذج، لا نموذج لك انت ويمثلك انت وقدوه لك انت، لكن لا تصدر على انه نموذج. نموذجي انا قصدي لا اللي يتكلم اللي يتكلم لهال في هالنبره وهالمسار انه يصدر خالد البلطان عن النموذج. لا، في اشياء زي ما تعد انه ترى انها ايجابيه، برضه في اشياء ترى كوارث سواء خالد البلطان سواء على الحضور طيب. الاعلامي او حتى تجاوزها. هذا رايك. طيب خلينا نشوف متعب. متعب تفضل، كم تبي دقيقه؟ اول شيء حدد، نحط عداد جنبك سام. حدد كم بتبي دقيقة عشان أحط عداد جنبك. لا لا، باخذ حقي أول شيء. تفضل تفضل يا متعب. أول شيء تقرير جميل من فيصل، تقرير احترافي جميل جدا أنه نجد هالتقارير الموجودة هذه. صحيح أنه هناك عزوف، واتمنى أنه من هيئة الرياضة لا تعود الجماهير أيضا في الجوائز وأن ترتبط بالجوائز في الحضور. بيئة الملاعب الرياضية لها دور كبير جدا. أمس هاني في دوري الدرجة الأولى شهدنا جماهير الطائي والجبلين في ديربي حائل، وهارد لك يعني على فكرة هارد لك الطائي، مبروك للجبلين، وبالعكس الطائي يعود إن شاء الله كما كان وأفضل مما كان، ونتمنى للجبلين إن شاء الله يواصل هالمسيرة ويحقق الصعود. كلهم عينان في رأس، يبقى الطائي الكيان الكبير الموجود أو أحد الأضلاع الرئيسية في هذا الوطن. جماهير يا هاني أمس أعتقد أنها توازي أو تفوق على أندية موجودة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، سمو الأمير محمد بن سلمان. موضوع الجماهيرية وموضوع نادي الشباب هاني، خلنا بناخذها نقطة نقطة. دخول الجماهير، وشاهدنا أنه يعني بعض الجماهير أو استئجار باصات لبعض العمالة الوافدة الموجودة التي تعمل في المملكة العربية السعودية أو في الرياض تحديداً. قبل ما نبدأ في الموضوع هاني، يجب أن نعترف أنه نادي الشباب له جماهيرية كبيرة جدا خارج الرياض. يعني في مدن اللي أنا أشوف الشباب حضوره فيها العام الماضي في المدينة المنورة كان له جماهير، في مدن أخرى في أعتقد أنه في المجمع له جماهير، وهذه لا أحد يختلف عليها لأننا نشاهدها أمام عيوننا. لكن في مباراة النصر أو الشباب والنصر، بما أنه على أرض الشباب، كيف دخلوا الجماهير؟ كيف سهلها رئيس رابطة مشجعين الشباب؟ كيف أخذوا التذاكر؟ يعني هذه الأسئلة المنطقية يجب أن لا نتجاوزها. نعتز في الشباب ونعتز في جماهير الشباب ونعتز أيضا برجالات الشباب الذين نعرفهم وتاريخهم وتأثيرهم في الرياضة السعودية، لكن الخلافات الموجودة بين النصر وبين أو
أو التجاوزات التي بدرت من بعض، يعني إحنا ما نبي نتكلم إنه في الشباب، لكن التي كانت على النصر أنا أعتقد أنها غير منطقية ولا يقبلها الشبابيين أنفسهم. أيضا أتمنى أيضا برضو من الإعلام النصراوي أو يعني علاقة الشباب في النصر وعلاقة الشباب في الأهلي، وعلى هذه علاقة مبنية منذ سمو الأمير خالد بن سعد رئيس نادي الشباب سابقا ورمز الشباب الموجود، هذه علاقات موجودة. الشباب مهما كان سواء رأسه خالد البلطان أو أي رئيس آخر، يبقى الشباب بهويته برجاله بمنظومته الإدارية، أنا أعتقد أنه لا أحد يختلف على هذه نهائيا. لكن دخول الجماهير هاني، أنا أعتقد أنه لو كان هناك اتهامات، يعني أنا تفاجأت من بعض المحسوبين على نادي الشباب أو بعض الصحفيين الذين يرفضون الظنون جالسين يتهمون أعضاء شرف النصر، أو يعني شيء ما تدخل المنطق. كيف دخلوا؟ كيف منحوا التذاكر؟ كيف جلسوا في مقاعدهم؟ كيف خرجوا؟ يعني أسئلة تدور في عقل الشخص العاقل، أو أسئلة منطقية تدور في ذلك. الشباب فوق أنه يحصل على مليون ريال بهذه الطريقة، لكن أتمنى أنه هالمليون ريال تنتقل لدوري الدرجة الأولى وتستفيد منها أندية دوري الدرجة الأولى، لأنه اللي أنا شاهده الآن ما شاء الله جماهيرية الدوري الدرجة الأولى تفوق أندية موجودة من الخامس إلى نهاية الدوري أفضل. وهذه وجهة نظري الشخصية. أتمنى أنه هيئة الرياضة تعمل على تهيئة الملاعب بشكل أكبر بشكل أجمل، توفير الخدمات جميعها في الملاعب، خاصة خدمات شبكة الإنترنت، لأنه هناك جماهير تنسحب من الملاعب بسبب عدم وجود أقل الخدمات أو الاتصال الإنترنتي. يعني يحاولون ينقلون جميع ما يشاهدونه في الملاعب من خلال هالشبكة، لكن لا دخلوا الملعب تختفي هالشبكة نهائيا. جميل. وفي الأخير يعني الجمهور هم كرة القدم، ودوري بلا جمهور ودوري لا طعم له. خلينا نروح الفاصل قصير وبعد الفاصل نرجع فوش صاير مع ياسمين. من علمك هذا الكلام؟ طارق جاء غير لي حياتي كلها. لا تهجى في كفوفي مو مهم، انا مو الهنان. كله تقطيع تقصيص كله موجود. احساسك يعوق التنجيز هذا مجروح. يحسدوني لما بضحك. معكم قلبا وقالبا شبوا فيه عشان يرجع فعلا. سامرين الأربعاء 9 مساء على SBC. هالأسبوع إن شاء الله. سلام عليكم جزيل سلام على بينا محمد. نتواصل معكم at SBC at SBC السبت 6 مساء مباشرة على SBC. كل يوم لنا قصة جديدة نتحدى فيها كل الصعوبات في طريق رؤيتنا، وكل بصمة بسواعدنا راح تصنع أثر. طموحنا ما لحد، وهمتنا جبل ما ينهد. تم من الأحد إلى الخميس 8 مساء مباشرة على SBC.
عودة من جديد لكم مشاهدين الكرام في برنامجكم رياضة ميديا، وخلينا نشوف وش صاير معي ياسمين. تفضل ياسمين. شكرا هاني، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. وفي وش صاير اليوم اخترنا لكم أبرز وأحدث المقاطع المتداولة من أمس لليوم. طبعا البداية بتكون من بريدة مع جمهور سكر القصيم اللي احتفل مع اللاعبين بعد الفوز الكبير أمس. فرحة كبيرة للدكتور صفوان السويكت رئيس نادي النصر بعد الانتصار أمس على العين الإماراتي. نتابع. النجم حمد الله محبوب الجماهير النصراوية كان له لقطات حلوة بعد نهاية المباراة، خلونا نشوف. والطير الاتحادي اللاعب الحسن اليامي له أجواء خاصة غير كرة القدم، خلونا نشوف. جيل اليوم يصنع المستقبل، هذا شعار دوري المدارس، تعالوا نتابع المقطع سوا. دوري المدارس جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل. كانت هذه أحدث المقاطع المتداولة في فقرتنا اليوم وش صاير، ونرجع لك يا هاني. يعطيك العافية ياسمين، ما شاء الله ذكرتنا بالطير، طير الحسن اليامي كان هذا الجيل الجميل للاتحاد، وكان من أفضل المهاجمين اللي مروا على الاتحاد، ومن أفضل اليسار اللي مرت على الكرة السعودية. خلونا نروح لتقريرنا القادم، تقريرنا القادم عن المدرب. أول ضحايا أي إخفاق أو تعثر في هذا الموسم، كم بلغ عدد الضحايا في دورينا حتى الآن، وهل المشكلة في المدربين فعلا؟ الزميل إبراهيم العثمان يجيبنا في التقرير التالي. يقول الكاتب دوستوفسكي: كل أعمال الإنسان تتألف في الحقيقة من شيء واحد فقط، وهو إثبات نفسه في كل مرة. وهذا تماما ما يحدث في إدارات أنديتنا منذ فترة طويلة. الكل يتحمل الأخطاء إلا أصحاب القرار، لا يمكن أن يقروا بأنهم هم السبب في أحيان كثيرة. وأول وأسهل من يمكن التضحية به عند أي أزمة أو إخفاق هو المدرب، ذاك المسكين من يتحمل الأخطاء حتى وإن لم تكن فنية في أوقات كثيرة. في هذا الموسم وبعد لعب جميع الأندية 18 لقاء، تم إقالة 11 مدرباً، اثنان قادة الدفة الفنية في الاتحاد، واثنين آخرون في الأهلي، وسبعة كانوا قد تولوا المهمة لسبع فرق في الدوري. وهذا يعني بأن نصف أندية الدوري قد قامت بإقالة مدربها. ليبقى السؤال: أين الاستقرار الذي ندندن به دائماً ما دام في لحظة وضحاها يذهب مدرب ويأتي آخر؟ ومتى نستوعب بأن نتائج عمل المدرب تحتاج لوقت طويل مع عوامل لا يمكن تجاهلها، أهمها إدارة تثق بمدربها ولا تضع على رقبته سيف الإقالة عند خسارة أو أخرى؟
متعبة بسألك، يعني 11 مدرب غادروا بعد 18 جولة، تتكلم عن 70% ممكن من الجولات هي إقالات، يعني هذه يعني بالضبط هي أكثر ما يشوه جمالية دورينا دوري الأمير محمد بن سلمان. كارثة يا هاني، حقيقة كارثة، لأنه هذا يكشف أنه غياب الاستراتيجية الفنية لإدارة النادي، غياب أولويات إدارة النادي، غياب أيضا الأدوات. يعني أنا ما ودي أدرجه، أنا يعني ما ودي أدرجه أنه من ضمن يعني الهدر المالي لإدارات الأندية، كثرة تغيير المدربين، يعني كثرة الآراء الموجودة. هو فعلا هدر يا متعب، هدر مالي يعتبر، فعلا هدر مالي، يعني كثرة يعني تغيير المدربين، يعني ذلك يهاني كثرة الآراء الموجودة في عقل كل رئيس نادي، كثرة التشتت والذهني، تشتت عدم وجود استراتيجية واضحة، كيف وصل أنه يكون رئيس للنادي هو ما يعرف أدواته. كل مدرب أو كل نادي يحقق بطولات في السنوات الأخيرة يقف خلفه استقرار تدريبي. صحيح أنه النصر استثناء عندما تسلم السيد فيتوريا، لكن إننا نتكلم عن فيتوريا كان كرجل شجاع، استلم فريق كان جاهز، فريق كان يعني نتكلم عن صفقات محلية، نتكلم عن صفقات أجنبية، وقاد النصر لدوري وكاس سوبر، والآن باقي مع النصر، هذا كاستثناء. لكن لو تكلمنا عن التعاون، السيد قوميز سابقا جلس مع التعاون أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات، ثم بعد ذلك شاهد الجميع العمل الفني الكبير الموجود في التعاون. أنا أتمنى يعني هذه أمنية، يعني وخاصة أوجهها لأندية الجنوب تحديدا ضمك وأبها، أتمنى أنهم يصبرون على مدربينهم الفترة الموجودين الحاليين، خاصة بن زكري والكابتن الشابي الموجود مع الأبها، يعني هناك عمل كبير مقدم فيهم، أتمنى حتى لو كان هناك هبوط لكن هناك عمل فني موجود بهالفريقين. أيضا النادي الفيصلي أتمنى يكون أيضا يستقر على مدرسة تدريبية واحدة. أيضا أتمنى من هيئة الرياضة ومن الاتحاد السعودي، أنا أعتقد أنه قطاع خاص لا يهمه هذا يقيل أو ما يقيل، لكن أتمنى يكون هناك حوافز جميل لإدارات الأندية، نفس حوافز الجماهير جميل. أكثر مدرب يبقى في النادي له مكافأة يعني تقارب أو تتجاوز جميل. 10 مليون ريال. طيب يعني حنا الآن جالسين نهدر سمعتنا خارج المملكة العربية جميل. السعودية. طيب أنك انتخذت السؤال اللي كنت بقوله لخالد، لكن اللي بجيبه من وجه آخر، يعني تعتقد حتى لو كان هذا مخالف يعني لبعض القوانين الدولية، تعتقد أنه في الحالة الأخيرة في 11 جولة 11 مدرب تتكلم عن 18 جولة، تعتقد أن تحدد السعودي أو هيئة العامة للرياضة لابد أن تضع قوانين أو زي ما قال متعب محفزات لهذا الوضع؟ شوف، هو إضافة للهدر المالي وعدم استقرار الفريق والمشاكل اللي تيجي من بعد تبعات هذا القرار هي ظاهرة موسمية، يعني ما في أو مش ظاهرة بعد برضو أنه شيء لا والله ظاهرة، تتكلم عن 11 مدرب ظاهرة، مو بالعدد أنا أكلمك عن إقالات الأندية المدربيها، هذا شيء يعني صداع مزمن مستمر كل موسم، يمكن الرقم أنا أتفق معك فيه، لكن هو القرار بالحياة القرار أنا ما أشوف أنه شيء جديد. كنت أتكلم عن موضوع الهيئة وسبقني فيها الأستاذ متعب، وأتوقع أنه أنت حتى سؤالك كان منطقي إلى حد كبير، أنه الهيئة وضعت شرط أنه النادي اللي يقيل مدرب لا يمكن لأي نادي ثاني يتعاقد معه كنوع من العقوبة أو شيء زي كذا، أنه من باب أنه لا النادي ما يقدم على خطوة الإقالة إلا كأنه حل أخير، لذلك أي مدرب راحل من الدوري السعودي لا يتم التعاقد معه في الموسم نفسه. الهيئة ما متعب يقول أنه الهيئة ممكن تساعد الأندية أنها تضع حوافز، أنا بالعكس أقول تضع غرامات وليس حوافز، عقوبات عليه غرامات، أنه النادي اللي يستعجل في قرار الإقالة أو النادي اللي في الموسم يستفيد من أكمن من خيار أنه مدربين أو ثلاثة يغرم، بحيث أنه النادي يعني يستشعر قيمة القرار، وبرضه يعني ما في نادي في موسم بيحقق بطولات وإنجازات وعنده هالسرعة في اتخاذ القرارات، لازم غير إيجابية، لازم هيئة الرياضة أو المعنيين في الأمر لازم تفتحوا هذا الملف.
انت من حيث النظام ما اتوقع انه هالشيء بيصير، لكنه الان الانديه جميعها مرجعيتها هيئه الرياضه، والانديه وهيئه الرياضه ما قصرت مع الانديه زي ما هي تدعم وتكافئ طيب. وتحفز، يجب ان تضع حد لهذا الامر، لانه الهيئه ما راح تستفيد شيء، بالعكس ممكن هي تخسر مبالغ اكثر بحيث انه تصحح وضع الانديه. فانا شايف انه الهيئه ما راح تستفيد اكثر من الانديه فائدتها، لانه مش معقول الامر انه في رئيس نادي في بعد اربع شهور يقيل مدرب ويمشي الرئيس ويجي مدرب ثاني ويتحمل الرئيس يعني الجديد او الاداره الجديده. الاهلي حاله جروس مشى، جاء صالح المحمدي، رجع جروس، الان رجع صالح المحمدي، ف الله يعين الانديه على بعض المسؤولين. خالد البدر الاعلامي والناقد الرياضي، شكرا جزيلا لك خالد. شكرا حبيبي هاني، وانا سعيد بظهوري معك للمره الثانيه، وان شاء الله اكون متواجد معك على طول ان شاء الله. دوري خالد، وتحيه لاخوي متعب. شكرا ايضا لزميلنا الحائلي الجميل متعب العواد، مشكور يا متعب، يعطيك العافيه. اهم شيء ما انت زعلان علي. لا والله انا زعلان عليك صراحه، انت تعرف انت ايش سويت بحايل وتعرف ايش اللي صار. والله ما فضينا يا متعب، بعدين بقول لك. والله يا هاني زعلان عليك يعني. الله يعطيك العافيه متعب. اول شيء هاني شكرا لك، اهل حايل كرم وطيبه طالع بالعكس، بلدك ومدينتك الجميله. الله يعطيك العافيه. شكرا للزميل خالد البدر، وشكرا للزميله ياسمين، وايضا لمشاهدين برنامج رياضه ميديا. شكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام، بإذن الله غدا الخميس حلقة جديدة مع رياضة ميديا.